انا مش هكتر عليك، انا يعني مستغرب بحالك، انت راجل حافظ قران كويس. في القران الكريم الفاظ مختلفه، بس اسال بقى في الجزئيه، في نعم اجر العاملين، استنى، فنعم اجر العاملين ونعم اجر العاملين، يعني واحده. هات لي الايات اللي ورد فيها الكلمات اللي انا قلت لك عليها دي. اول حاجه سوره ال عمران فيها ونعم اجر العاملين. هات لي الايه من اولها، ما تجيبليش اسم السوره. بسم الله الرحمن الرحيم. اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أي واحد؟ هات لي الثاني. الموضوع الثاني سورة العنكبوت، نعم أجر العاملين. هات لي. بسم الله الرحمن الرحيم. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. المرة الأخيرة سورة الزمر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.